السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعينا الكرام، حياكم الله جميعا في حساب KSA كلاسيك. عندنا اليوم موتر إن شاء الله راح يعجبكم جميعا، الموتر 1991 تدلك بورغهام. طبعا هذا شلونكم الله معروف، خصوصا لأهل الكلاسيك، موتر جميل ومبروك، والناس له شعبية كبيرة في الخليج عندنا، وموتر ما شاء الله تبارك الله مريح وجميل. طبعا السيارة سلمكم الله الحمد لله اللي توفقنا فيها من السيارات الجميلة، والمالك هو المالك الثاني، لكن شريه سلمكم الله في نص التسعينات، فيعتبر تقريبا يقول يوم شريته كان ماشي قليل جدا، لكن موتر ما شاء الله تبارك الله جميل، ومحركاته سليمة، ودخليته من أرغب الدخليات، دخليته سلمكم الله الكل اللي يبحث عنها. الموتر فيه ملاحظات بسيطة هنا وهناك راح أحاول أوضح لكم إياها بآخر المقطع، لكن سلمكم الله ملاحظات بسيطة. وبصراحة 91 92 من كذلك اللي أعرف بعد سنتين ثلاث سنين راح يصير عليها، هي عليها طلب عالي الآن، لكن راح يصير فيها ندار إنك تحصلها، خصوصا النظيف منها، لأنه قاعد تنسحب من السوق سحب قوي ما شاء الله تبارك الله، خصوصا الطيب والنظيف منها. هذا الموتر ما شاء الله تبارك الله أموره طيبة، استكراته كلها موجودة، الوكالة نوريكم داخليته ما شاء الله تبارك الله، عسى الله يبارك. ما شاء الله تبارك الله، موتور جميل جدا. طبعا في ملاحظات بسيطة يا إخوان، لكن ما تعيب السيارة ما شاء الله تبارك الله. تخشيباتها حالتها سليمة، المقاعد حالتها سليمة سلمكم الله، ما فيها أي كسور، ما فيها أي مشاكل. الطبلون عندك أيضا حالته سليمة ما شاء الله تبارك الله. هنا سلمكم الله فيه شق بسيط، واللي ورا فيها شق أيضا بسيط، ممكن هذه تتعالج سلمكم الله، نشوف لها حل على حسب طال عمركم الفترة الزمنية اللي بيها الشخص تنشحن. تبيها تنشحن بسرعة نشحنها لك، إذا تبين نعالجها ما عندنا مشكلة نعالجها. طيب خلونا نوريكم سلمكم الله العداد، وهو أهم شيء ما شاء الله تبارك الله، ممشاها 103,000 سلمكم الله و22 ما شاء الله تبارك الله، موتر جميل. طيب خلونا نفتح الشنطة ونشوف ملحقاتها. بسم الله، هذه مرة طيبة، البر هذا سليم سلمكم الله، حالته جميلة. طبعا التوب سلمكم الله مجددة سلمكم الله، صاحبة قبل لا ناخذها ما شاء الله تبارك الله. اللهم صلي بارك ما شاء الله. شوف جميع السكرات الوكالة، عندك استكر السيرفس بارت، عندك استكر الجاك، عندك هنا استكر سلمكم الله الويلز، وهنا عندنا أربع سلمكم الله مفارش بحالة أصلية ما شاء الله تبارك الله. هذه كلها مفارش الوكالة، استبنة الوكالة ما شاء الله تبارك الله. طيب خلونا سلمكم الله، هذه السيارة محلية، طبعا السيارة محلية من هنا. اللهم بارك، بسم الله، ما شاء الله تبارك الله. أرصاخها شوي، ما شاء الله تبارك الله، طبعا المكينة وملحقاتها ما نظفناها ولا جيناس. شوفوا هنا عندك ال 5.7 أرغب مكينة في آخر التسعينات، هذه مكينة تشيفي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله يبارك.
موتر يا اخوان حركات جدا جميله واموره سليمه، وعسى الله يبارك. راح يكون في مقطع خاص للملاحظات الان بعد المقطع هذا، بصور مقطع اوضح فيها ملاحظات على اساس يوم ياخذ الشخص يكون عارف كل شيء عن هالسياره. الملاحظات اللي فيه بسيطه ان شاء الله راح اصورها لكم، لكن موتر مبروك وجميل ويستحق صراحه الاقتناء، وعسى الله يبارك للجميع.